حطت الجمعة في جنوب الصحراء بعد ساعات من لقاء قصير في منطقة الشوارف للاطلاع على حجم الخراب الذي طال 52 بئرا وفقدان أكثر من 200,000 متر مكعب من المياه، مما يجعل عددا من المدن والمناطق مهددة بالعطش. في خزان أولي نسمو فيه إحنا الفوربيتانج، من الخزان الأولي إلى محطة الضخ مباشرة وبعدين إلى الخط الرئيسي اللي هو بقطر 4 متر. هذا بصورة عامة يعني الآلية اللي تم بها ضخ المياه. اجتماع حضرته مناطق براك الشاطئ وشوارف وغريان وككلة وظهر الجبل كالرجبان والرحبات، إضافة إلى الكتيبة 177 ونائب عن البرلمان، إضافة إلى مجموعة كبيرة من مهندسي منظمة الأحساونة. اتفقنا على كيفية الحماية واستدعينا الكتائب اللي قائمة المكلفة بالحماية، كتيبة الحماية النهر الأولى وكتيبة 177 اللي مكلفة حتى هي نفس البرنامج، وشفنا يعني درسنا يعني سألناهم على وجوه الصعوبات والبرامج هذه. إدارة المرحلة الثانية في مقر مباني الدعم والتشغيل بجبال السودة في الحساونة أرادت تعريف الحاضرين بحجم الدمار عن قرب من أجل اتخاذ خطوات سريعة وبناءة لإنهاء هذه الأزمة.